Welcome to session 4, Diaspora as Diversity. أهلا بكم إلى الجلسة في الجلسة الرابعة الشتات كتنوع إطار عمل التنوع والشمول والانتماء. اسمي دكتورة ليزا ريدل، باحثة في الشتات من جامعة جورج واشنطن في العاصمة واشنطن. يسرني أن أكون المنسقة لهذه الجلسة المهمة. أساسي بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة التنوع. وهي مهمة بالنسبة للشتات من ناحية الانتماء والشمول والتنوع. ستستعرض هذه الجلسة بعض المبتكرين الأوائل الذين تبنوا هذه الفرصة وسيوفرون إنعكاساً حول التدخلات والحلول والأدوات التي تعمل على مؤامة مجتمعات الشتات والقادة كمجتمعات متنوعة. معنا في هذه الجلسة لويس غوتيريس، وهو ممثل عن في العدالة الاجتماعية، وهو مهندس لديه 30 سنة من الخبرة في التصميم والمشاريع والاستراتيجيات واستخدام التكنولوجيا لتحسين اتخاذ القرارات بطريقة فعالة. طبق خبرته لمنع النزاع ومنع ممثل حكومة المكسيك الكلمة له الآن. مرحبا جميعا، شكرا لكم. يرجى مشاركة الشاشة. So we have the presentation. This presentation in English, but I will explain in Spanish. So I think that right now it's working the translation. Yes, it's okay. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por recibirnos en esta cumbre de la diáspora. Nos toca presentar lo que hacemos desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, un órgano desconcentrado del Gobierno de México, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería de México. Vamos a explicar, compartir con ustedes un poco de lo que estamos trabajando en el marco de la atención global a las comunidades mexicanas en el exterior. La siguiente, por favor. Un poco الشاشة الثانية. أين يوجد المكسيكيون في العالم؟ لدينا 12 مليون مكسيكي هاجروا حول العالم، أغلبهم من عدة مناطق، 97% منهم يوجدون في أمريكا. ستة مليون منهم غير موثقين. 38 مليون من المكسيكيين يعيشون في المكسيك في الولايات المتحدة. من خلال نعمل على هؤلاء 6 مليون من خلال تطوير السياسات. هؤلاء الأطفال والنساء الذين هاجروا مع أهلهم، الذين ليس لديهم إقامات في الولايات المتحدة. وأغلب السكان الأصليين الذين هاجروا إلى أمريكا
يتحدثون اللغات المحلية والأصلية للمكسيك وهذه اللغات اندثرت في الولايات المتحدة. الحكومة المكسيكية تعمل على الحفاظ على هذه على هذا الإرث الثقافي. أيضا لدينا عدد من السكان بمختلف التوجهات الجنسية. تعرفنا على 1,000,000 شخص عالي الكفاءة يعيشون بالخارج غالبا في أمريكا. إنهم على كفاءات عالية وهاجروا المكسيك. من خلال شبكات القنصلية نعمل على 3 أمور: الحماية والتوثيق وإصدار هويات شخصية والعمل من خلال المجتمعات أو الجاليات. من خلال هذه الشبكات في عام 2022 نركز على الانتباه العالمي للجاليات المكسيكية من خلال 3 محاور: استراتيجيات المحلية والعالمية للمشاركة، ثانياً تمثيل كامل للجاليات في الخارج. تعرفنا على أهمية هذا من خلال المنظمات السياسية. أيضا نسعى لتمكين المجتمعات من خلال تسريع البرامج ووضع التركيز على تقديم المساعدة لهذه المجتمعات. ماذا تفعل المؤسسة المكسيكيون في الخارج؟ هي مؤسسة من ضمن وزارة الخارجية تعمل خلال من خلال وزارة الخارجية المكسيكية، تم خلقها في أبريل عام 2003. تعمل على دعم ظاهرة الهجرة. حضورنا من خلال الجمعيات المكسيكية نركز على الصحة والتعليم والتمويل، نساعد السكان المحليين المشاركة المدنية والثقافية. كيف تعمل هذه النوافذ؟ لدينا حكومة مركزية، وعلى سبيل المثال الصحة، وزارة الصحة تقدم لنا 1,000,000 دولارات ليتم توزيعها من خلال القنصليات، وكل قنصلية تسعى لتقديم خدمات مختلفة للمهاجرين. نريد أن نقدم هذه الخدمات الصحية للمهاجرين. ما هي النشاطات الصحية؟ لدينا حالياً 150 مركز صحي أو ما تسمى بالنوافذ. نريد أن نقول أن المكسيكيون أو القنصلات المكسيكية في أمريكا هي أكبر من الموجودة في المكسيك. نعمل على توفير الدعم النفسي العاطفي. على سبيل المثال خلال جائحة كوفيد-19 تعاوننا مع الكثير من الحكومات الصحية والسلطات الصحية
أيضا خلال الجائحة طورنا بعض الاستراتيجيات للصحة النفسية من خلال الجامعات في المكسيك لتوسيع الشبكات وللتعرف على المشاكل الصحية العقلية خاصة لهؤلاء المهاجرين الذين تقدموا إلى القنصليات. هذه وهي تقدم المساعدات من أجل نقدم مساعدات من أجل منع انتشاره. عملنا خلال جميع مراحل الجائحة. بالنسبة للتعليم أسسنا مشاريع مهمة للشباب في لديها شبكات في أمريكا من أجل الوصول إلى هؤلاء الشباب الذين هاجروا إلى أمريكا. أيضا أسسنا مؤسسة للشمول والتنمية الاقتصادية. نقدم خدمات مثل البنوك للمهاجرين، الضمانات الاجتماعية. حاليا نطور مشروع تدريبي للنساء بالتعاون مع الجامعات. هذه النسخة الثانية تم تطويرها. تم تطوير 26 منها. بالنسبة لاستراتيجية المشاركة المدنية، نعمل على استراتيجية منح الهويات الشخصية بحيث يمكن للأشخاص الموجودين في الخارج التصويت ويتم تمثيلهم على المستوى الفيدرالي. ونعزز القيادة المشتركة. أحد هذه الاستراتيجيات من أجل بناء العلاقات مع المجتمعات في الخارج، خاصة لدينا ما يسمى Red Global MX، وهي شبكة مؤلفة من 71 قسم موزعة في 35 بلد، مؤلفة من 6000 عضو، ولديها 16 مركز. بما يخص المشاركة، لدينا شبكات التواصل مع الحالمون في كندا، يأتون في الصيف إلى المكسيك ويتشاركون مع السكان المحليين. ويقدمون بما يخص الثقافة، لدينا جلسات سينما من أجل تعزيز اللغات المحلية. للدفاع عن السكان حقوق السكان المحليين، لدينا شبكات لدعم الأشخاص مختلفون جنسيا. Las diferentes dependencias del gobierno de México para atender a los mexicanos. أيضا لدينا قوة عمل للعائدون من المكسيكيين حيث يقدمون دعم للعائدين المكسيكيين. نتحدث عن الشتات خلال الجائحة.
تم تسجيل عدد كبير من الحوالات المالية إلى المكسيك 72%. أقل أو أكثر 27% أقل أو أكثر. تم تقديم الدعم النفسي للطلاب والنساء. تم تقديم لهم الدعم الصحي خلال الجائحة. سأقدم الكلمة بما أنني استغرقت وقت طويل. شكراً على هذه الكلمات الملهمة. يبدو أن مكسيم تعمل الكثير من الجهود لدعم الشتات في الخارج. الآن مع ملاك بولات كوناك ستشارك أفكارها لخبرتها كمؤسسة الشبكة الدولية للمرأة التركية. على مدار 10 سنوات قدمت للنساء التركي النساء الذين لهم صلة بتركيا أما صلة مهنية أو عائلية أو مالية. تفضلي سيدة ملاك بولات كوناك. شكرا ليزل. سأشارك هذا العرض مع العائلة من الشتات. بينما تستمعون إلى العرض تذكروا أنني مواطنة تركية وأفعل ما فعله رواد الأعمال. أعرفكم على عائلتي. هذه عمتي عثمان، هاجرت إلى أمريكا في 60s. سبب هجرتها إلى تركيا مميز، لتتطلق من زوجها. في ذلك الوقت لم نتمكن من الطلاق دون موافقة الزوج، ففكرت أنها إذا سافرت إلى بلد آخر سيطلقها على التأكيد. انتقلت إلى أمريكا ولم تكن تتكلم أي كلمة إنجليزية، ولكن زوجها لم يوافق. بدأت قصتها من هنا. أعطت أمريكا الحرية لعمتي لتبدأ عملها، ما زالت تعمل في سن 87. أخيراً طلق وتمكنت بعد فترة طويلة من طلاق زوجها في عمر 46. وبما وكجيل ثالث لم يتحدث اللغة التركية. والدي أخبروني أن يجب أن أستثمر في تعليمي. حصلت على الماجستير من جامعة كولومبيا للأعمال. جئت إلى نيويورك لأسباب أخرى مختلفة عن أسباب عمتي. كان لدي خيارات. كان واجهت التحديات مختلفة عن التي واجهتها عمتي. والدتي كانت دائما تقول إذا نحن تمكننا من فعلها يمكنك أنت أيضا. في أمريكا كنت أبحث عن التواصل لأتعلم نصائح بما يخص المهنة. ذهبت إلى شبكات جامعة كولومبيا، شبكات خاصة بالتمويل، حتى إلى أن وجدت تيد، وهو منصة لمشاركة التجارب ومشاركة الأفكار. أنا لست 100% تركية ولا أمريكية، وتم إلهامي من قبل مؤتمرات تيد. في 2010 شاركت في مؤتمر شبكة التغيير للنساء التركيات، وهي أخوية
كما تسميها ليزا الأخوية النساء التركيات. نحن شاملين ليس فقط للنساء التركيات، ولكن ليزا قد تكون عضو فيها كونها عاشت في تركيا. نلتقي من مختلف البلدان، لدينا شبكات مشتركة، نساعد بعضنا من خلال برامج مختلفة. نريد أن نبني إرث لندعم الجيل القادم من النساء التركيات. برامجنا مختلفة من الدعم، برامج تدريب يمكنك أن تذهب إلى الويب سايت واختيار مدرب لتعلم من بعضنا. يمكننا الذهاب إلى نادي المتكلمين لمشاركة خبراتنا السيئة والجيدة لنلهم النساء الأخريات. من الرائع أن نكون مع بعض، ولكن كيف يمكننا أن نعزز إحساس الانتماء ويكون هناك نساء أخريات يشاركنا في هذا؟ جمعت بعض الحقائق أريد أن أريكم إياها. بالنسبة لتركيا نريد أن نعبئ المصادر الوطنية والاقتصادية، والنمو سيتحقق من خلال تضمين هذه العوامل، بحيث يمكن للنساء أن يشاركوا في قوة العمل. قوة العمالة في تركيا هي 40%. لو عززنا القدرة إلى 62% سيكون من الضروري. الجزء الثاني، البحث عن العمل. الأعمال الجديدة تختلف، لدعم هذه القضية ونقدم لهم خيارات بحيث يقوم بها متى أرادوا. ثم قلنا كيف سنقوم بفعل ذلك بحيث يجدون العمل الذي يحبونه. الأمر يتعلق بالتعلم، وهو متأثر. لا يمكنك أن تكون في مركز هذا الموضوع، لذلك بنينا شبكات اجتماعية لتبادل النصائح المهنية، وهي قد تأتي من أي مكان، ولذلك نقوم بتضمين الشتات وأغلبهم في تركيا. نمكن نفعل كثير من خلال البرامج والمنصات لتعزيز والدفاع عنها من خلال بناء المصادر بحيث نمكن الآخرين من إيجاد بعضهم. أنشأنا شبكة Give Back لتمكينهم من بحث عن الحلول، وهي عبارة عن رأس مال فكري واجتماعي، وهي عضوية مدفوعة من خلال هذه المنصة. يمكن للنساء التعلم والمشاركة، التعلم من بعضهم والمشاركة. يمكنك العمل معنا وكن أنت سبب للتغيير. لدينا 60 طالبة شابة من الجامعة، ثم نريد أن نبني منصة تم إنشاءها عام 2015، تركيا مفتوحة مجانا، ويمكن لأي شخص أن ينضم لها. هذا من أجل أن نبني الجسر نحو رأس المال الاجتماعي. سأريكم كيف بنيار براك، وهو مكان نشارك فيه قدوات
مع الشباب الذين يعملون معنا جنبا إلى جنب. لدينا 20,000 عضو في هذه المنصة وهي منصة رقمية، ونقوم بتجميع أو تصنيف المجموعات حسب الموضوع. من عمر 18 نحو إلى عمر 35 لهم صلة بآسيا وتركيا، يجتمعون معا من أجل العمل على بناء منهج. سأعطيكم بعض الأمثلة، يمكنكم البحث عن المزيد منها من خلال الويب. من خلال تلك العلاقات 1.2 مليون تم التبرع بها. كيف حصل هذا؟ حصل ذلك من خلال لقاء مصادفة في أحد مؤتمرات تد. عمران بابا كانت تعمل في أوروبا، ثم عملت في الولايات المتحدة في برنامج STEM. التقينا وأرادت أن تجلب البرنامج إلى تركيا، وقررنا أن نفعله مع مجموعة الشباب وغرفة التجارة والوكالات المحلية. مدتها عام واحد للنساء والشابات في عمر 18 إلى 35 سنة. هناك فرصة من خلال هذه المنصة أن تختار المدرب الخاص بك. نفس الطريقة تنطبق على المنصة التركية. خبيرة في الطاقة يمكنك أن تتدرب مع زينب. نتشارك مع الكثير من الأعضاء من الشركات والأفراد. أحد الدروس المستقاة، the gender equal future along with our passion for our profession, law, pharma, social business. We build digital networks. استخدام المنصات الرقمية لحتى نسهل التواصل. نقوم بتمكين الخيارات والتواصل والتقدم. نمكن صانعي الخيار من اختيار كيف وأين يريدون المشاركة. سأذهب إلى تلك الصورة. أريد أن أريكم كيف تبدو عمتي الآن مع والدتي. إنها قوية وتعمل، تستمر في طريقها. نرجو أن تتفقوا معنا أنه كما فعلت عمتي، حان الوقت لتحقيق رؤيتنا. في الشبكة العالمية للنساء التركيات نبني هذه العلاقات وتنطبق على جميع المشاركين في من خلال الجامعات. We are now working to adding AI capabilities with SDG AI labs. نعمل على من خلال النساء الشبكة الدولية للمرأة التركية على تمكين النساء، واللي جعل منصاتنا أكثر ذكاء. ننظر إلى تطبيق هذه التجربة في بلدان أخرى. كما قامت عمتي بإنتاج 100,000 مليون دولار.
يمكن لنساء أخريات فعل ذلك أيضا. شكرا. شكرا ملاك، يا له من خطاب ملهم. Human rights activist from Tajikistan and a member of the public organization Human Rights Center. Ms. Abdulayeva has implemented numerous projects to protect. لقد نفذت عدد من المشروعات لحماية العمال في وسطه. لديك الكلمة لمدة 10 دقائق. شكرا جزيلا. الزملاء الأعزاء، في هذا العرض أود أن أؤكد على أهمية الإطار القانوني لعملية الاشتراك والإدماج. في هذا العرض سوف أؤكد على الإطار القانوني الاشتراك، ولا سيما يتعلق الأمر بالإعراب عن ذلك في أطرم مختلفة. نحن نعمل في أكثر من بلد، والتأثير يتمثل في أن أسلوبهم يتم الاحتزاء به ويتم ذلك باستلهام النماذج في البلد الأصلي وفي البلد الإقامة. بطبيعة الحال نحن نشترك مع بلد الأصل وبلدي المقصد في إطار القانوني والإطار السياسي. وينبغي أن نذكر أنه ينبغي تسهيل عمليات الاشتراك والإدماج، والمنظمة تقوم بتحليل الإطار القانوني في مجال مع التركيز على القواعد التي تأخذ في الحسبان طبيعة الشتات والمجتمعات التي يعيش فيها الشتات. اسمحوا لي، نحن لا نستطيع أن نرى الشاشة ككل، شاشة العرض ككل. معذرة عن أني قطعتك، ولكن هناك عطل فني. No, it's good. Perfect. Thank you so much. نعم، شكرا جزيلا. صلح الحال. ينبغي أن نذكر بعض الوثائق الأساسية التي وافقت الدولة على أن يتم التعاون على أساسها. إن أهداف التنمية المستدامة لها أهميتها بالنسبة لأهل الشتات وبصفة عامة. والهدف رقم 19 يشير إلى بعض الأولويات ويوفر دعم المؤسسات التي تتعامل مع أهل الشتات، وهذا يتضمن إدماج الهجرة في الإطار العام بصفة عامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما في ذلك وضع مكاتب أو إنشاء مكاتب مخصصة لأهل الشتات، وكذلك المساعدة من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصليات الأقسام القنصلية، والاشتراك مع بلد الأصل بما في ذلك في عمليات مختلفة والجهات المختلفة له أهميته.
كما أنه يتم التأكيد في إطار هذا الهدف 19 على الفقرة 35 والتي تطالب الحكومات بأن تسهر على الاشتراك الهمام من جانب أهل الشتات لكي يعملوا ويستثمروا ولا يواجهوا عقبات إدارية ولا يواجهوا عقبات بالنسبة للتأشيرات والإقامة وما إلى ذلك. وهذه المسائل مسائل قانونية، ومن ثم فقد بدأنا العمل بشأن تقرير خاص لتحليل مختلف المسائل القانونية وغيرها المتعلقة بالشتات في الأطر المختلفة. وكما تعرفون ليس هناك تعريف قانوني في القانون الدولي للشتات، وإنما هناك تعريفة أكاديمية. وكثير بالذكر أنه في الدراسات فإن تعريف الشتات لم يتم أو لم يكتمل، وهناك بعض العملاء الذين توصلوا إلى تعريف ولا توصلوا إلى عامل مشترك أعلى. هو مكان الإقامة هو يختلف بطبيعة الحال عن مكان البلد الأصل في بالنسبة لعملية الشتات. ومن ثم فإن أهل الشتات يعيشون أحيانا في مكانين موزعة هذا بين بلد الأصل وبلد المقصد. وعلى المستوى الدولي فإن تعريف الشتات الذي وضعته المنظمة يستخدم على نطاق واسع، وهذا التعريف قد تم وضعه منذ فترة ويجري تطويره. فالمهاجرين أو أولادهم يحاولون أن يتعرفوا على هذا التعريف بما يسمح لهم بنهج شامل وتسهيل ويسهل تجميع البيانات والمعلومات. ونحن لأننا في عالم به حركة دائبة، ومن ثم فإنه الناس يرتبطون بأكثر من بلد، ومن ثم فإن الطابع المتحرك أو عملية تعدد الأماكن بالنسبة للشتات يحتم سهولة التواصل مع الأماكن والتعامل مع مختلف الهويات. وقد استعرضنا عبارة الشتات على المستوى الإقليمي، فعلى سبيل المثال الاتحاد الأفريقي وضع التعريف الخاص به، وهذا التعريف يرى أن سمات الشتات ينبغي تعريفها، وقد تم تعريف وضع تعريفا. واستعرضنا التعريف الشتات الذي وضعته مختلف المنظمات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وكذلك هناك تعريفات بناء على البرامج الموضوعة. فتعريف الدياسبرا أو العفو للشتات يشير أيضا إلى بعض الحقوق التي يتمتع بها أهل الشتات، كما أن هناك تركيز على تعريف الشتات في الشريعات الوطنية وفي هذه الشريحة. ونشير إلى ما تم في آسيا، حيث أن الشتات يتم تعريفهم بجانب مختلف الحكومات، وتم وضع سمات خاصة. فقد تم إشارة إلى أهل الشتات وأعضاء الشتات في بلدهم وفي بلد المقصد، ولكن تستخدم بعض العبارات المختلفة بالنسبة لعملية وصف الشتات. وفي معظم البلدان فإنه يأخذون بالتعريف الذي وضعه الاتحاد الأفريقي. فإن عبارة الشتات في أمريكا تستخدم أيضا في بعض البلدان، ومع ذلك فإن معظم الدول تختلف في تعريفها للشتات. وفي بعض البلدان يتم استخدام كلمة الشتات بما فيها أيرلندا، وفي هناك كثير من البلدان التي تستخدم فيها مصطلحات مختلفة، كنقول المواطنين يعيشون في الخارج، ونقول المواطنون السابقون، ونستخدم عبارات مختلفة لوصف أهل الشتات. وهذا ما يتم في أيرلندا وفي صربيا وفي غيرها.
وكما أن هناك بعض التعريفات المشتركة أو بعض العوامل المشتركة باسم لتعريف الشتات، ويشاروا إلى أهل الناس الذين يعيشون في الخارج وما زال لديهم بعض الصلات والأواصر التي تربطهم ببلدهم. وهناك دور بطبيعة الحال الشتات بالنسبة للتنمية في بلد الشتات وبلدي الأصل، ومن ثم فإن التعريف يشير إلى طابع الانتقالية للشتات، والأعضاء يستخدمون أيضا اصطلاحات مختلفة، ولم يتم حتى الآن الإعراب عن بعض الحقوق القانونية التي ينبغي أن تمتع بها أهل الشتات، وقد يؤدي هذه إلى التأثير على حقوق الإنسان أو يفرض بعض المعوقات بالنسبة لأهل الشتات سواء في بلدي المقصدي أو بلد الأصل. وهنا أود أن أتحدث عن البحوث التي نقوم بها بالنسبة لنطاق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الحقوقية للشتات. فهناك وثائق وهناك حقوق قانونية، ومن أجل دعم إشراك أهل الشتات فإننا نضع الأطر القانونية ونضع اعتبار نولي اعتبارا للطابع الدولي لعملية الشتات، والدراسة سوف تكون بمثابة دراسة قانونية مقارنة فيما بين بلدان الأصل وبلدان المقصد، وسوف تستعرض السياسات والبيانات وغيره من أجل اختيار في عدد من البلدان. الهدف هو وضع سياسات تأخذ في الحسبان الطابع الدولي للشتات ووضع القوانين أو سن القوانين بالنسبة لحقوق أهل الشتات، وهذه تأخذ في الحسبان بعض الأمور أخرى. وهناك هناك فكرة اللغات وتوفر اللغات وإلى آخره وفهم اللغات، وهذا الطابع المتعدد أو الدولي لهذه الشتات سوف يمكننا من فهم أفضل من وضع قوانين تأخذ كل ما أسلفته في الحسبان. وأشكركم على حسن الانتباه. شكرا جزيلا. إذا معذرة وأعتذر عن القطاع الذي حدث، ولكننا كنا نود أن نرى الشاشة كاملة لأن هناك بعض الأمور الهامة التي وردت. والآن الأوان لكي نطرح الأسئلة، وأرجو أن تستخدموا غرف التحادث من أجل وضع الأسئلة أو طرحها شفاهة. ونحن استعرضنا عددا من الدول في أمريكا وأناتوليا ووسط آسيا، ودرسنا فكرة الإدماج والانتماء بالنسبة لمفهوم الشتات، وربما نركز على العرض الأخير الآن أو في بالنسبة للتعريفات، تعريف الشتات. فما هو الشتات وما معناه بالنسبة للناس سواء كان هذا في بلدي المقصد أو في بلدي الأصل؟ هذه كلمات مهمة لأنها تحدد من الذي سوف يتم إدماجه هو من لا يتم إدماجه، ولذا فإننا نحتاج إلى أن نكون غاية في الدقة بالنسبة لهذه المصطلحات سواء في المجال القانوني أو في أي بحوث علمية، لأننا ينبغي أن نتوخى غاية الحذر في استخدام هذه المصطلحات، لأننا نحاول أن نحقق التنوع والاندماج والانتماء، ونحن نحاول بطبيعة الحال أن نركز على الانتماء وعلى الإدماج وعلى التنوع من جانب الحكومات وكذلك من جانب القطاع الخاص ومن جانب القطاع المواطني. فهذه الشبكات المختلفة عبر العالم سواء في بلد الأصل أو في بلد المقصد أو غيرها، فمن ثم ينبغي أن يكون النهج شامل. دور التكنولوجيا هنا له أهميته، لأن هذا يؤدي إلى زيادة الشعور بالانتماء
وتركيش وين التي منظمة تركيش وين لم تكن تحقق ما حققته إلا من خلال ذلك لم تكن تحقق هذا بدون الدور التكنولوجي. وأنا أعجبني العبارة وتحتها منظمة تركيش وينز وهو بأننا نحاول أن نخلق عجلة نرتبط بها جميعا ونلف معها جميعا سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي أو غيره. أنا أعجبني هذا التشبيه. إذن نحاول أن نعرف إذا كان هناك أسئلة تم طرحها. مارن راسل طرح السؤال لم أندهش من سؤاله فقد طرح سؤال هو طرح سؤال على كل المتحدثين. يبدو واضحا أن التنوع والاندماج والانتماء هو يستخدم كإطار عام لدعم الاشتراك سواء من جانب الحكومات أو القطاع الخاص أو غيره. هل لديكم أي تفكير كمتحدثين في كيفية زيادة ظهور الشتات ويكون هناك في نوع من المرونة في التعريف؟ فهل هناك أي إجابة من المتحدثين الثلاثة الذين سبق لهم الحديث في هذه المسألة؟ هل من إجابة؟ أسهم بأفكاري بالنسبة لهذه المنظمات الدولية أو الشركات المتعددة الكيسات كشركة بيبسي من المشروبات الغازية، فهي تضع برنامجا في مختلف البلدان، وهي شركة متعددة الجنسات وتتعامل مع أهل الشتات، ولديهم حوالي 100,000 شخص يعملون في مختلف البلدان. وتم فهناك الأفريقيون والأتراك والألمان وما إلى ذلك. ففي عمل شركة بيبسي هذه هناك أسلوب للتعارف ما بين الناس. فالدياسبرا قد تكون أو الشتات قد يكون هو المتلقي، ولكن العوامل تتركز في أهداف التنمية المستدامة. فهم في هذه الشركة يحاولون أن يمكنوا الناس من الإعراب عن أنفسهم، ولذا فإذا استطعت أن أعرب عن آرائي وإلى آخره فإنني سأشترك. وبطبيعة الحال هذا لا يكفي، لأن هذا بطبيعة الحال قد يدعو إلى الإقدام على التعلم وإلى آخره. ومن ثم فإن الجزء الخاص بالاندماج يدفع الناس لكي يعبروا عن آرائهم ويستغلوا ما تعرضه هذه الشركات من برامج فكل الأتراك الذين يعملون في هذه الشركة شركة بيبسي يستطيعون أن يستغلوا هذه البرامج والإعراب عن آرائهم ويستخدموها وسيلة للارتباط فيما بين البرامج والأمور والتوصل في نهاية المطاف إلى نتيجة. فلو أن هناك برامج يمكن اعتمادها فهنا يتم وضع الإطار العام الذي يمكن أن يعمل في منه الناس. هل لديكم أي تعليقات أخرى على هذا السؤال من السادة في الاجتماع سادة الحضور؟ وأنا في هذه الأثناء السيد جوتيريز طرحت سؤالا. بما أنني هنا في الولايات المتحدة وقرأت عن العمل الذي قمتم به بالنسبة للشتات في المكسيك، ومعظم هذا يركز على منظمة هوم تاون أسوسيشن، هل يمكن
أن تشرح لنا أو تسلط الضوء على دور الحكومة بالنسبة لهذه الشبكات بحيث يكون هناك نوع من العمل المشترك لصالح الشتات، وهل هذا له تأثير على تحليل عملية إشراك أهل الشتات وإدماجهم؟ نحن الآن بصدد إقامة شبكة صغيرة من خلال الأقسام القنصلية على سبيل المثال في إطار التنوع، نتطلع ونبحث عن منظمات تعمل في المجال الاجتماعي، وسواء كان ذلك من المنظمات والهيئات التعليمية والجامعات، وتقوم القنصليات في هذه الحالة بعملية تنظيم اجتماعات خاصة لمشاطرة الخبرات التي لدينا. إذن أنشأنا هذه الشبكات الصغيرة في وضعناها وشاركنا معظم القطاعات القنصلية أو الأقسام القنصلية المكسيكية، ونحاول أن نقيم اجتماعا مع كل هذه الهيئات وكذلك هيئات الشتات هذه والجامعات وغيرها. هذا ما علي أحد ما سنركز عليه هذا العام، ونحاول أن نكبر هذه الشبكة ونوطد دعائمها. شكرا جزيلا، هذا ممتاز. السيد عبد الليزال، هل يمكن أن تخبرنا عن العمل الذي قمت به بالنسبة لمختلف شبكات الهجرة حتى تتأكد من تعرف بعضهم على بعض، أو أننا ننظمهم مع بعضهم من أجل اتخاذ إجراءات جماعية وعمل جماعي وتنمية روح الزمالة والانتماء، ليس في مختلف قطاعات الشتات؟ كان هناك بعض المشاكل الفنية بالفعل، الصوت انقطع بعض الشيء، فهل لا مشكلة، هل يمكن أن تحدثينا بعض الشيء عن كيف عملتم أنتم مع المهاجرين في إطار شبكات صغيرة محدودة لزيادة الوعي لديهم بحيث يكونوا جزء من مجموعة أكبر من أجل تعبئتهم لاتخاذ إجراءات وعمل جماعي؟ شكرا، هذا سؤال هام. وبطبيعة الحال Am I correct? Yes, yeah, right. أنا هنا أشير إلى خبرتي الشخصية، وأنا آتي من وسط آسيا حيث أن الهجرة موجودة وقائمة. وتنمو وتزداد، كما أن مسألة إدماجي المهاجرين مسألة حتى تكتسي حساسية، لأنه في الكثير من الحالات فإن المهاجرين من تاجيكستان وقزاقستان وسط آسيا عموما يهاجرون هؤلاء إلى بلد آخر ويودون في الوقت ذاته الاتصال أو الحفاظ على الأواصر مع بلد الأصل، ومن ثم من وجهة النظر هذه فإن المهاجرين يواجهوا كثيرا من المشكلات بطبيعة الحال، ويتعرضون أحيانا لعدم تحقيق حقوق الإنسان الخاصة أو إحقاق حقوق الإنسان الخاصة بهم، وبطبيعة الحال هناك مشاكل في بعض البلدان كما هو الحال بين كازاخستان وروسيا، ومن ثم هم يعانون من جراء هذه المشاكل. كل هذه تشير إلى
أهمية الاشتراك مع المهاجرين والاتصال بهم وربطهم بالاقتصاد ويحتاجون بطبيعة الحال المهاجرون يحتاجون إلى أن يسهموا أو يشعرون بالغبطة حينما يسهموا بصفة عامة. على أي حال أشكرك على هذا السؤال وأشكرك عليه، وأظن أننا في وقت ما يمكن أن نركز على هذه المنطقة دون الإقليمية، حيث أن مسألة الهجرة في هذه المنطقة مسألة ملتهبة. شكرا، شكرا جزيلا لك. السيد مستر بلوكوماك، السيد بلوكوماك، أهل الشتاء يمكن أن يسهموا في بطبيعة الحال في الاندماج وفي تحقيق أهداف الإنمائية. ولا أعرف إذا كنت قد طرقت لهذه المسألة، ولكن لو أنني على حال أشعر بالحماس كسيدة أعمال أو غير أو ربما متخصصة في تغير المناخ، أو ربما أنا أهتم بالأهداف الإنمائية أو إلى آخره، وأنا على تحال تركيا أعيش في الولايات المتحدة وحين أعيش في ألمانيا، وخبراتي هنا مختلفة. والمشكلة ليس مشكلة حل مشاكل في تركيا، ولكن ينبغي أن نركز على تنوع الخبرات وعلى تنوع الآراء. فوضع السياسات ربما يحاولوا أن يجمعوا أو يستفيدوا من أهل الشتات لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. وهناك بعض الناس الذين يشعرون أحيانا بعدم رضا بهذا النهج. علينا أن نحاول أن ندرس هذه المسألة في الإطار الأكاديمي وفي غيره من الأطر، وأن نركز على موضوعات بعينها بحيث نرضي الناس ونزيد من وعيهم بالشتات. لو أنا لدي حماس بالنسبة لي لأمريكان ما فعلنا بطبيعة الحال سوف أكون سعيدة بأي تبادل في المعلومات والأراء، وأنا ينبغي أن يكون هناك مختلف الفرق العمل المخصصة، وذلك من أجل تجميع أهل الشتات معا وتعرف على بعض، تعرف على بعضهم بعض، نتعرف ليس على عرقهم الإثني ولكن على الأغراض التي لديهم وآخره. إذن التعارف هنا سوف يكون لها متى. إذن هذا هو ردي على السؤال. شكرا. هل لديكم أي تعليقات أنتم المحاضرون، وكيف يمكن للشتات أن يسهم في التنوع والاندماج والانتماء واتصال ذلك بأهداف التنمية المستدامة وكذلك المبادرات الدولية الكبرى الأخرى؟ هل لديكم أي تعليقات من السادة المحاضرين مقدمي العروض؟ السيد بيتيرس تفضل. في عرضي أنا حاولت أن أشير إلى ما بدأناه بالاشتراك مع جامعة أريزونا، وفي البداية كنا نحاول أن نحصل على تمكين أو أي نمكن المهاجرات والأمهات اللائي معلنا الأسرة بمفردهن، وكذلك تناولنا مسائل أخرى تتعلق بالهجرة المكسيكية. ولذا فإننا اتصلنا بمختلف التجمعات في الولايات المتحدة الأمريكية والأوساط، وبحيث نستطيع أن نتبين المشكلات القائمة بالفعل. وكان هناك بعض النساء المكسيكيات اللائي هاجرنا وتزوجنا، والوثائق التي لديهم أزواج لم تمكنهن من العمل لا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة، فهو ليس يمكنهن العمل. ولذا فإننا حاولنا ونحاول أن
نستفيد من هذه المصادر أو هؤلاء الناس لكي يعملوا في بلد المقصد، وإلا فإنه سيجدنا قد يجدون أنفسهم وقد تزوجنا من زوجات يمارسن العنف في حقهن وما يعني. فهذه مسألة هامة تدخل في مختلف القطاعات، فتمكين المرأة له أمر لها أساسي. ولذا بدأنا هذا البرنامج الذي أسفت ذكره، وحاولنا أن نستعين بالعهد الشامل للهجرة الأمنة لكي نؤكد على هذه المسألة. وبطبيعة الحال نستطيع أن نتحدث عن أهل الشتات المؤهلين كمنظمي الأعمال ورجال الأعمال والكثير من الناس من غرف التجارة، وكذلك المؤهلين الذين يمكن أن يوفروا قروض صغيرة، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى دعم كبير لهؤلاء النساء الذين ألاقي أسلفت ذكرهن. شكرا. هذا على حال مثل ممتاز بالنسبة لكيفية قيام قادة الشتات والحكومات بإيجاد هياكل وعمليات وتحقيق أهداف لكي تحقق ما يسمى بالتنوع والاندماج. وهناك سؤال في غرفة التخاطب، ما الذي ينبغي أن يتم القيام به من وجهة نظر الشتات لحكي يكون هناك دعم لعملية الشتات ويكون هناك شعور أكبر بالانتماء والاندماج في بلدان الإقامة، وذلك ليس فقط فيما بين أهل الشتات ولكن في إطار البلد، بلد المقيم ككل، سواء أهل الشتات أو أهل البلد ذاته. إذن كيف يمكن أن نستغل الشتات من أجل تحقيق التنوع، عفوا تحقيق الاندماج والانتماء في بلدي المقصد؟ سوف أؤكد على فلسفة هنا. أنت تدخل في مناقشات إذا كان لك أهمية أو لديك ما تقوله. إذن علينا أن نقول شيئا كأهل شتات في بلد ما، وهناك أماكن بطبيعة الحال يمكن أن نستغلها ووسائل يمكن أن نستغلها. فلو أنك لديك حماس بالنسبة للتكنولوجيا فإنك تتصل بالدوائر التكنولوجية وتقيم محادثات أو وسائل تواصل معها وتكي تعرف لهم من أنت. وينبغي أن يتم التأكيد على أهمية هذا التواصل والاتصال. لا، ربما هذا لا يهم في تركيا لما حينما أكون أنا في تركيا، فربما منظم الأعمال التركيين يستسهل الوصول إلي وأنا أمثل شيئا له أهمية. إذن علينا أن نوضح هذه القدرة لدينا في أينما كنا على أي حال، سواء في بلد الأصل أو بلدي الإقامة. وبطبيعة الحال هناك طبع صعوبات يواجهها أهل الشتات ولا سيما كبار السن، أنهم قد يجدون صعوبة في الاندماج. ولحسن الحظ على أي حال حينما يأتي صغار السن فإنهم يمكن إدماجهم بسهولة، وعلى حال جميعنا ينبغي أن يفتح الباب من أجل التطوير ومن أجل الارتقاء بالذات حتى يمكن الاتصال بسوق العمل. شكرا. شكرا. هناك تعليقات سيد كوتراس، تفضل. أنا علينا أن نقف على بعض المسائل المشتركة
وينبغي أن نتصدى لهذه الأمور من وجهة نظر الاندماج أو الإدماج. فنحن هنا لا نتحدث فقط عن الهجرة من المكسيك، ولكن ينبغي أن نتحدث عن المجتمع المتحدث الإسبانية في الولايات المتحدة. فالجاليات الهسبانيك أو المتحدثة بالإسبانية تأتي من هندوراس وغواتيمالا وبالدغر، وهناك موضوعات مشتركة فيما بين مختلفة أعضاء الشتات، ولذا ينبغي أن يكون هناك حوار مع السلطات المحلية. على سبيل المثال بدأ الجائحة، كان هناك قلق بالنسبة لمسألة التطعيم، ولذا فإننا اتصلنا أو تطلعنا إلى السلطات المحلية لكي تساعدنا من أجل توفير التطعيم لمختلف أعضاء الجاليات. والمكسيك بدورها فتحت الباب لتطعيم في القنصليات التي لديها في الولايات المتحدة. عملية إدماج الجاليات المتحدثة بالأسبانية يوفر قوة وصوتا ويمكن من القيام بصفقات على صعيد التجاري وغيره، ولذا فإنها ينبغي أن نتعاون معا ونواصل تقوية أواصر الصداقة والتعاون. شكرا جزيلا. هل لديكم أي تعليقات أخرى قبل الفصل؟ السيد ديليبا تفضل. السيد ديليبا واصل المناقشة التي وصلناها من قبل والتي ذكرها مالك، فقد تكون مسألة سهلة ولكنها أهميتها من وجهة نظر القانونية من أجل توفير الأساس والمجال لأهل الشتات لكي يتواصلوا ويتعاونوا، وينبغي أن يكون هناك تعريفات سليمة. علينا أن ندرس ونؤكد على كيفية وضع هذه التعريفات لكي نفي بالجوانب المتعددة والمعقدة لهذه، ولكن هذه ربما تكون مسألة بسيطة ولكنها هي بمثابة الخطوة الأولى التي ساعدنا في عملنا. بما اقترفنا من الانتهاء وبما أننا قد سعادنا من الاستمتاع بكلامكم والتعلم منكم وتساءل، هل يمكن في دقيقتين أن تلخص لنا ما لديكم من توصيات بالنسبة لقادة الشتات ولا سيما الشباب منهم؟ ما هي التوصيات وما هي الخبرات وما هي المهارات التي ترون أن الجيل المقبل لقادة الشتات يحتاجونه من أجل إحراز تقدم ونجاح بالنسبة للأهداف التي تطرقنا إليها اليوم، وهي التنوع والاندماج والانتماء؟ التوصيات في دقيقتين لكل متحدث. سيدة ديلوس بأنك على الشاشة، هل يمكن أن تبدأي؟ أعطوني دقيقتين لكي أفكر في السؤال. أنا جاهزة، تقول سيدة من أصل تركي. أنا أظن أن الجيل المقبل جاهز وهذا هو زمانهم، ونحن فقط نحتاج لوضع الأسس تمهيدا لهم أو مساعدة لهم، لديهم النهج المناسب ولديهم القدرة، ولكن للأسف نحن لا ندرك لو ندمج الشباب في إيجاد الحلول. وهم قد تناولوا الشتات ومسائلها، أظن أن الشباب لديهم المهارات ولديهم المحافل ويعرفون كيف يمكن أن يكونوا مندمجين، وسوف يضعون الأساس، يتعين عليهم وضع الأساس، ولن يكون صعب عليهم أن يقوموا بذلك. إذن علينا أن نسهل الأمر عليهم، وأظن أننا وأنا أثق فيهم كل الثقة، وأعرف أنهم يستطيعوا التواصل، وسوف يكون العصر عصر مختلف بالنسبة للتواصل، وسوف يوحدوا المجتمع
العالمية. نحن سنحاول أن نقتدي بهم ونتعاون معهم ونندمج جميعا مع بعضنا بعضا. Resources or ways of doing things in a more networked way. ونتوصل إلى سبل للعمل الجماعي بشكل أكبر. شكرا جزيلا. هل هناك تعليقات أخرى؟ نعم تفضل. Precisamente nosotros estamos trabajando con los jóvenes de la diáspora, aprendiendo de ellos, sobre todo son ya generaciones que crecieron en promoviendo la y tenemos precisamente dos programas, uno de ellos son los foros que وهم بمثابة قادة لهم بجنسيات مزدوجة en noviembre del año pasado, donde convocamos a jóvenes. De años convocar a jóvenes. نقوم بالعمل السياسي سواء في المكسيك أو الولايات المتحدة لمساعدة هؤلاء الشباب ونضع سياسات للجنسية المزدوجة وما لها من تأثير على جانبي الحدود ولذا فإننا نحتاج إلى العمل فيما بين البلدين المكسيك والولايات المتحدة لمساعدة هؤلاء الشباب ونتعاون مع صغار المهاجرين أو الجيل الثاني حتى يستطيعوا أن يأتوا إلى المكسيك ويتعرفوا على البلد على المكسيك وعلى أساليب الحياة ويكتشفوا أرض أبائهم وأجدادهم وثقافة أبائهم وأجدادهم وبهذا فهم يأتون من الولايات المتحدة أو كندا ويشتركون مع وضع السياسات المحلية رجالا ونساء وحاولوا أن يقيموا حوارا معهم لدعم السياسات للبلدين وهم الذين على حال الشباب هم الذين يمهدون الطريق ويضعونه ونحن نعمل في إطار هذا البرنامج من أجل الوصول إلى التعليم الأعلى أو مساعدة هؤلاء الناس الوصول على تعليم أعلى ونود من هؤلاء أن يحصلوا على وظائف وذلك من خلال التعليم والتعليم من خلال المنح ونحن سوف نركز على هذه السياسة ونواصلها شكرا هل هناك تعليقات أخرى تتساءل السيدة مدير الجلسة بالنسبة للقادة الجيل المقبل من الشتات وما يحتاجه هناك ملاحظة وردت في غرفة التخاطب وقال أن هناك صعوبة في العمل الذي يخص الشتات في مجال التنوع والاندماج من يقومون بهذا العمل لا يتقاضون أي أجر وهم الناس لديهم مسؤوليات أسرية أظن أنه من أهمية ما كان أن أعترف أن الكثير من العمل الهام الذي يتم في هذا المجال يتم بحماس وعاطفة وشعور بالهدف وبعض الناس لا ينامون لأنهم متحمسون لدعم هذا العالم عالم الشتات نحن للأسف انتهينا من هذه الجلسة الشائقة للغاية وأنا أود أن أتوجه بالشكر لحكومة المكسيك على دعم هذه الجلسة وسيدك سيدك على ذلك على بياني كريستا وسيدة دولا دريفا والتي قدمت ملاحظات ثاقبة وأنا أشكر للجميع بشاطرتهم إيانا لديهم الخبرات وننهي هذه الجلسة ونأمل أن المؤتمر سوف يكون بجمال وفعالية هذه الجلسة نحن هنا نود أن ندعم الانتماء في العالم وإذا كنا نود أن نحقق هذا فنحن نحتاج إلى دعم لأهل الشتات وينبغي أن نحن لأهل الشتات أن يكونوا مقبلين على التنوع وعلى الاندماج
وينبغي إشراك منظمات متعددة الجنسيات وغيرها حيث يمكن أن للجيل المقبل وبمساعدتنا ودعمنا أن يخلق عالما جديدا به شعور أكبر بالانتماء. وأشكركم على اشتراكي معنا اليوم.